احنا كان موقفنا لما قلنا ان خط سيرة الجفرة لا يتم تجاوزه لا من الشرق ولا من الغرب، كان الهدف منه هو دعوة للسلام، دعوة للاستقرار، دعوة لمرحلة جديدة من الـ يعني الـ نبذ العنف وبدء مرحلة. احنا كنا قلنا قبل منها بأسبوع على 10 أيام مبادرة القاهرة، وكان مبادرة القاهرة هدف منها زي ما انتم سمعتم كلها عبارة عن فتح مسارات كانت بدأت قبل كده، بدأت في مسار برلين، وبدأت في باليرمو، وبدأت في أبو ظبي، وبدأت في باريس، وقبل منها بدأت في السخيرات. فإحنا كل الكلام اللي تقال كله عبارة عن محطات من أجل سلام واستقرار ليبيا. فإحنا مبادرتنا كانت يعني عبارة عن امتداد لهذه الجهود. لما كلمنا في المنطقة الغربية يوم 13 وقلنا أن خط سيرة الجفرة من فضلكم حافظوا عليه، لا ده يتجاوزه ولا ده يتجاوزه، إحنا مش هنقسم ليبيا يا جماعة، إحنا مش هنقسم ليبيا، إحنا عايزين ليبيا موحدة. وأول حاجة نعملها أن الاقتتال يتوقف، الاقتتال يتوقف، وندي فرصة لنفسنا أن إحنا نتباحث مع بعضنا البعض على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري على المستوى الاقتصادي، حتى المسائل العالقة اللي أحد أسباب أو هي مسببة للحالة اللي موجودة فيها ليبيا ترجع وتقل، وتبقى المجال في ليبيا متاح لإجراء انتخابات، سواء انتخابات برلمانية أو انتخابات تنفيذية لقيادة تيجي منكم، منكم محدش يفرضها عليكم، انتوا اللي تختاروا الشخصية اللي ممكن تتولى قيادة ليبيا خلال المرحلة القادمة. هو المسار بالبساطة دي. طب ممكن يتحقق؟ أيوة يتحقق. بإيه؟ باللي احنا بنقول عليه ده لا يتم تجاوزه. لما بنقول لو سمحتم الخط ده نتوقف عليه بقى كفاية كده، بنقول يوقفوا الاقتتال وخلونا نبدأ مسار سلام تنطلق ليبيا منه إلى مستقبل أفضل. طب قلنا بعد كده إن أي تهديد لهذا الخط يمثل بالنسبة لنا تهديد لأمننا، أمننا القومي. ليه؟ لأن إحنا في مصر شفنا كويس قوي، مش بس في مصر ومش بس في ليبيا، في دول عربية كثيرة جدا شفنا الميليشيات المسلحة بتبقى تأثيرها إيه على الاستقرار وعلى أمن المجتمع، لأن الدولة بتبقى أسيرة لهذه الميليشيات. حضرتك معاك سلاح وأنا معي سلاح، فأنت بتتكلم بلغة أقوى مني ما أقدرش أتكلم، لكن لما يكون كلنا بنتكلم لغة واحدة والسلاح موجود مع طرف واحد، الدولة موافقة أنه هو يبقى حامل السلاح ده، الجيش خلاص، والجيش له قيادة، والقيادة لها قيادة أكبر منها بتنظم لها المهام والواجبات بتاعتها، لكن الميليشيات هتبقى بتنظمها، كل قائد ميليشيا هو هيبقى وتبقى لوجهة نظره، وتتمزق البلاد وتفضل أسيرة لهذه الميليشيات ولا تستقر أبداً.